حدثتكم عن العلاقة الوثيقة ما بين التشريع والتكوين، وحينما أتحدث عن التشريع إنني أتحدث عن التشريع الصحيح، عن التشريع الصادر من أهله، إنه التشريع الصادر من محمد وآل محمد فقط، التشريع الصادر من محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، ما صدر عن هؤلاء فهذا هو التشريع الصحيح، وما صدر عن غيرهم أيا كان فما هو بتشريع صحيح. قطعا أبرز مصداق للتشريع غير الصحيح مراجع النجف وكربلاء، فتاواهم مستنبطة وفقا للبرنامج الشيطاني الذي جاءنا به الطوسي من مزابل الشوافعي والمعتزلة، إنه برنامج الطوسي لاستنباط الأحكام الشرعية واستنباط العقائد وتفسير القرآن وسائر ما يتعلق بالثقافة الدينية. جاءنا ببرنامج شيطاني ضال قذر، وحينما أسس حوزته في النجف جعل ذلك البرنامج الشيطاني القذر منهجا لها، ولا زال مراجع النجف وكربلاء يعملون بذلك المنهج الشيطاني القذر، فما يصدر منهم من فتاوى مصداق واضح للتشريع غير الصحيح.